إن شاء الله راح نستكمل اليوم، يعني بعض حتى امبارح لما احنا لبعض الأشياء حكينا امبارح لمحة عامة عن زراعة الأنسجة. فطبعا جزء هام جدا بزراعة الأنسجة إنه احنا نشتغل الوسط الغذائي، لأنه بدون وسط غذائي ما راح يكون في عنا زراعة. فالوسط الغذائي إذا بدنا نعرف، بس شوي علي لأنه أنا عندي سلايد صار في إشي، يعني سلايد واضح هلا. مهندسة هيك؟ لا هو أنا عندي على اللابتوب. أوكي اقرأي من الشاشة أفضل. أوكي هلا نعرف الوسط الغذائي. إحنا حكينا مبارح لما نيجي نزرع بالأنسجة، يعني نرد نعيد بس هيك ذاكرة، إنه إحنا بدنا نشوف النبات الموجود برا في الحقل ونيجي إحنا ننقله لداخل المختبر ونزرعه في أنبوب أو في جارز. فبالتالي هو يعني هو عايش أصلاً برا في ظروف، في خلطة التربة، الوضع الطبيعي، وفي عنده الهواء وعنده المي وعنده كل شيء. فبالتالي الوسط الغذائي هو عبارة عن خليط من العناصر الغذائية والمواد العضوية الأخرى والتي تستخدم لتغذية النسيج النباتي بحيث يتم زراعة النسيج عليها مباشرة. الأوساط الغذائية أنواع ومختلفة. فعندنا أول شيء وسط غذائي صلب، وهذا الوسط يتم إضافة مادة الأجار بحيث أنه يكون يخلينا الوسط سلد بإمكان أنه إحنا نثبت النبات فيه. بعض النباتات قد تحتاج، أو بعض الأبحاث والتجارب قد تحتاج إلى أوساط شبه سائلة، وبالتالي هون بنخفف كمية الأجار المضافة بحيث أنها تصير المادة ليست بالصلابة العالية اللي إحنا بدنا إياها. ممكن يكون عندنا وسط سائل، وهون نستبعد إحنا مادة الأجار ونشتغل على وسط ليكويد. المكونات اللي بتكون منها الوسط الغذائي. هلأ أي وسط بده يتكون من مواد عضوية، هاي المواد العضوية لها عدة مصادر. قد يكون المصدر الكربوهيدرات، ممكن تكون عندنا الفيتامينات والهرمونات ومنظمات النمو والأمينو أسيدز والنيتروجين سبليمنتس. هلأ كل واحدة من هذولا هي تحتاج إلى شرح وشغل حتى إنه نفهم شو هي. المواد العضوية حكينا عنها، وفي عنا مواد غير عضوية. هلا المواد الغير عضوية هي المايكرو إليمنتس، العناصر الدقيقة الكبرى، والعناصر الدقيقة الصغرى المايكرو إليمنتس. العناصر الدقيقة الكبرى تتكون من النيتروجين والفوسفور والبوتاس، وهي العناصر الرئيسية اللي بيحتاجها النبات، عناصر كبرى بالإضافة للكالسيوم والمغنيسيوم والسكر. في عندنا العناصر الدقيقة الصغرى اللي النبات بيحتاجها بكميات قليلة بالطبيعة، وبرضه احنا بدنا نضيفها له بداخل الأنابيب بكميات قليلة نفس الشيء. فمن هاي العناصر اللي عندنا البورون، النحاس، المنغنيز والحديد والزنك والأيودين. هاي عناصر دقيقة صغرى. الكربوهيدرات لها عدة أنواع. ممكن إحنا نضيف مادة السكروز. السكروز طبعاً هو بيكون ثلاثي ومعقد، ممكن يكون عندنا الجليكوز أو الفراكتوز أو الرافينوز، وهي بتكون طبعاً هي بتزودنا بمصدر الطاقة للنبات. الفيتامينات، موجود عدد كبير من الفيتامينات. هلا ممكن أنت بتشتغل في عندنا نباتات تحتاج إلى فيتامينز، ممكن واحد اثنين ثلاث، بعض أنواع من النباتات ممكن أنت تدخل لها فيتامينز أعلى، ممكن إنه تقلل. لكن في عندنا الفيتامينات أكثر شيء مستخدمة، في عندنا ثيامين، نيكوتينيك أسيد، بيروكسيدين، بايوتين، مايوإنسيتول، في عندنا عدد كبير من الفيتامينات. وبالتالي الشغل احنا بدنا نشتغله عليهم راح يختلف حسب النبات وحسب المرحله، وممكن نثبتهم احنا في كل المراحل، لكن انه
ضروري انهم يكونوا موجودين. في عندنا بعض مواد، بعض ناس بيجي بيضيف مواد undefined organic materials، مواد غير عضوية لكن غير معرفة. هلا بعض التجارب بيجي بيحكي لك والله بدي اضيف انا الكوكونات ميلك مثلا، في عندك بعض التجارب بضيفوا عليها الخميرة الاكتيفيتد شاركول، كل واحد منهم له ممكن يعطيني نشاط معين او له هدف معين من الاضافة. فبالتالي بدنا نعرف احنا شو بدنا نشتغل حتى انه نتوصل للتركيب اللي احنا بدنا اياه. حكينا انه احنا بدنا نثبت الوسط، وبالتالي تثبيت الوسط بكون عن طريق اضافة مادة الاجار. الاجار هو اللي بيعطيني الوسط الصلب، وفي عندنا كمان الجيرايت، وكل واحد فيه له نسبة نقاوة ونسبة إضافة معينة. منظمات النمو، أنا قبل ما أجي أحكي عن منظمات النمو بدي أحكي لكم إنه عندنا الأوساط بشكل عام. هلأ الأوساط، في عندنا عدد كبير من الأوساط، لكن أكثر وسط ممكن إنه يستخدم يتم استخدامه، في عنا وسط اللي بنسميه MS اللي هو لمرشيق أندس كوك، العالمين اللي اكتشفوه. في عنا أوساط تستخدم برضه للنباتات الخشبية، وبالتالي بدنا نعرف شو بدنا نشتغل. لكن هاي أنا بحكي فيهم الأساسيات اللي لازم تدخل بكل الأوساط، إنه بدي أشتغل أنا على هذا الوسط، إذا بدي أدخل كل هاي العناصر لكن بنسب مختلفة، وكل وكل نبات بحتاج إلى وسط. الجروث ريجوليترز، هلا النبات بطبيعته بيصنع الهرمونات أو الجروث ريجوليترز. هلا في عنا الأوكسينز والسيتوكاينز والجبرالينز والأبسايسيك أسيد. الأوكسينات نعرف إن هي بتصنع وبالتالي بداخل النبات، وهي بتوجه النبات بحيث يعطيني الجذر. السيتوكاينز هي بتخلي النبات يعمل البرانشينج والتفريعات كلها، وبدنا نعرف شو بدنا نشتغل. فعندنا السيتوكاينين زي البنزل الأدينين، الزيتين، الكاينيتين، بنزل الأدينين البيورين، وهي برضو الهرمونات أسعارها مرتفعة جدا، وبالتالي هي أيضا تضاف بكميات قليلة جدا حتى ما تعمل عنا، لأنه إذا زدنا الكمية تتعمل لي سايد إفكت، وإذا قللنا الكمية مش رح نحصل على نتيجة، وبرضو بده يكون في عنا تلاعب بالهرمونات حسب إحنا شو اللي بدنا إياه من النبات. الأوكسينز عندنا الأندول أسيتيك أسيد، في عندنا أندول بيوتريك أسيد والنفتالين أسيتيك أسيد و24D، هذول هم عبارة عن الأوكسينات اللي تستخدم بشكل كبير بعملية زراعة الأنسجة. الجبرالينز يستخدم ولكن أقل شوي، وهو تهيألي إنه الزملاء في عندهم باك جراوند إنه هو يستخدم لعملية الاستطالة. الأبسايسيك أسيد هو يستخدم، هو بالتالي هو يعني بكمية أقل يستخدم في مجال زراعة الأنسجة، وهو بيؤدي لأنه يكون عندي خلينا نحكي شيخوخة أكثر، وإحنا ما بنستخدمه كثير. هاي بشكل عام عن الوسط. هلأ أنا بدي أرجع ل حكيت أنا مكونات الوسط اللي هي مواد عضوية، بدي نروح للي بعدها. السورس تبعه حكينا النيتروجين مثلاً، عفواً خليني أنا أروح على الـ على المواد العناصر الدقيقة. العناصر الدقيقة الكبرى. هلا عندنا مثلاً النيتروجين، كيف بدي أحصل على النيتروجين؟ النيتروجين بنحصل عليه بناخذ إحنا عن المركبات، زي مثلاً عندي هنا الأمونيوم نيتريت NH4NO3. هلا الفوسفور نحصل عليه من حنا نحكي من KH2PO4، ماشي. الكالسيوم بدي احصل عليه من كلوريد الكالسيوم، كالسيوم كلورايد، بدنا نحصل على ماغنيسيوم سلفيت حتى ناخذ ماده الماغنيسيوم سلفيت حتى ناخذ منها الماغنيسيوم، ومثلا عندي البوتاسيوم نيتريت K
KNO3 حتى أحصل على البوتاس. إذا إحنا بدنا نأخذ مثلا أروح أنا على جدول مثلا وسط إم المرشيق، المرشيق بيجي بيحكي لي مثلا إنه النيتروجين أنا بدي مثلا تركيزه على سبيل المثال 1650 ملي جرام للتر، وبالتالي إنه إحنا إذا بدنا نصير كل ما بدنا نحضر أوساط غذائية بدي أوزن هاي الكمية راح يكون الوضع متعب جدا. فبالتالي اللي بيشتغلوا بهاي المختبرات بيعملوا بنحضر محاليل ما يسمى بالستوك سوليوشن. هاي المحاليل بيتم تحضيرها في المختبرات، كل مادة بيتم تحضيرها لمحلول وبتاخذ رقم وكود داخل المختبر وتحفظ في الثلاجة، لأنه ما بصير إنه أنا أحفظها حسب المادة. هلا في بعض حتى المواد الكيماوية في مادة بدي أحفظها بالثلاجة، في مواد تحفظ في جو جاف خارج الثلاجة، الفيتامينات والهرمونات تحفظ بالثلاجة، المواد الماكرو والمايكرو نحفظها في مكان جاف وبعيد مثلا عن مصادر الحرارة، حتى إنه ما يصير في عنا أي إشكالية وتتأثر النقاوة وتتأثر الصلاحية. المواد اللي بتستخدم في مجال زراعة الأنسجة النباتية برضه لازم تكون النقاوة تبعتها عالية جدا، تكون عندي 99% 98%، وبالتالي المواد اللي بتدخل في تركيب المواد الغذائية والأوساط الغذائية أسعارها مرتفعة شوي لأنها هي أصلا نقاوتها عالية جدا. بعد ما يتم تحضير الستوك سوليوشن مثلا على سبيل المثال أنا بدي أحضر النيتروجين أخذته من مادة الـ NH4NO3، حضرت الستوك سوليوشن، بعد ما بتحضر بنكتب عليه التاريخ اليوم اللي تحضر فيه، بنحط عليه التركيز اللي تحضر واسم الشخص اللي حضره، وبيتم حفظه بالثلاجة. وكذلك نفس الشيء يعني على كل المحاليل بتم نفس الطريقة اللي احنا بنستخدمها اللي حكيت عنها للمركب الأول. هلا بيهمني انه مثلا انا حضرت هالمحلول، المحلول مثلا النيتروجين باجي بذوبه بالماء، العناصر الكبرى والصغرى بتذوب بالماء، لكن في بعض مواد لا ما بتذوب بالماء وبالتالي هي بحاجة إلى مذيبات خاصة. على سبيل المثال عندي الهرمونز، الهرمونز ما بتذوب بالماء، الهرمونز بتها مذيبات. فكل مادة بدي أعرف إنها إيش المذيب تبعها. إذا كانت هنروح على الهرمونز، شريحة الهرمونات، أوكي مهندسة بأسف على المقاطعة بأنك توقفتي. الشريحة أي رقم عندك تقريبا؟ هي 11 سلايد الجروث ريجوليترز. واضح عند الزملاء السلايد؟ واضح عندك؟ أوكي واضح. هلا لو نروح على مثلا الأوكسينز، الأوكسينز بيذوب بيتم إذابة الأوكسينز بالكحول. هلا هون بذوب لو أنه لو ما يعني نضيف نوزن الوزن اللي إحنا بدنا إياها ومنضيف عليها الكحول ومنحرك فيها شوي شوي حتى يتم تذويبها، بعدين منكمل بالمي حسب إحنا ما بدنا. بجوز أنا بدي أحضر 100 مل 50 مل، بضيف أكم يعني مثلا 2 دروبس 3 دروبس حتى تذوب المادة ذوبان تام، بيتم تكملتها بالمي، وبنحط عليها نفس الشيء زي ما حكينا، بدي أكتب بالليبل تاريخ التحضير بالتركيز بالشخص اللي حضر وتحفظ في الثلاجة. السيتوكاينز بالذوب خلينا نحكي ممكن بهيدروجين بيروكسايد، هيدروجين بيروكسايد عفوا هيدروكسيد الصوديوم بذوب السيتوكاينز. فبالتالي انه احنا بدنا نشتغل انه اي هرمون بدي انا احضره بدي اعرف طريقه التذويب بتاعته ايش المذيب اللي له، وبحضر المحلول ويحفظ في الثلاجه. الجروث ريجوليترز
تأخذ بكميات قليلة، يعني عادة ممكن تكون نص مل، ربع مل، واحد مل، حسب الشغل اللي إحنا بنشتغله، حسب إذا كان بحث أو حسب النبات شو اللي بدنا إحنا نوجهه إله. الفيتامينز بيتم تذويبها الفيتامينز بيتم تذويبها بالماء. نروح سلايد الفيتامينز، سلايد نمبر 8 مهندس ليث. أنا معك ثواني. أوكي. تمام. الفيتامينز حكينا مثلا ناخذ الثيامين على سبيل المثال، فمن وزن الوزن اللي احنا بدنا اياها، وبرضه هي تاخذ بكميات قليله احيانا حسب الشغل اللي احنا نشتغله. مثلا على سبيل المثال كان عندي 0.05 ملي جرام احتياجاتي لللتر، برضه كمان احنا بنرفع التركيز وبنحاول انه نضاعف ونشتغل حتى نطلع وزن صح، وبيتم تذويبه بالمي وتكملته بالحد اللي احنا بدناه، ويتم حفظه بالثلاجه بنفس الطريقه بنكتب عليه. لما نحضر الوسط الغذائي ضروري جدا انه احنا نكون منتبهين، باجي بحط المواد مثلا على جهه قبل ما احضر، وكل ما اخذ من محلول بيتم نقله على الجهه الثانيه، وبالتالي ارجاعهم للثلاجه وحفظهم فيها حتى نخلص المحاليل. هذا بعد ما يتم التحضير بيتم غلي الوسط الغذائي، عفوا قبل الغلي بيتم اخذ البي اتش. هلا ضبط درجه الحموضه مهم جدا للوسط الغذائي، وهي الاوساط عاده يعني حسب النبات، الاغلب بيتم بيكون عاده الوسط ما بين 5.7 ل 5.8، هاي درجه الحموضه لمعظم النباتات، الا اذا كان في عندي نباتات تحتاج الى درجه حموضه ثانيه، فاحنا من نضبط درجه الحموضه حسب احتياج النبات والمرحلة. بعد هيك تأخذ الوسط، هاي الأوساط اللي تحضرت، وبتم عملية الغلي إلها، وممكن الغلي يكون بالمايكروويف أو إنه على الغاز العادي، وبعد ما تغلي شوي بتم سكبها وإدخالها إلى جهاز التعقيم، وبتم تعقيم الأوساط الغذائية على درجة حرارة 121 ضغط 1 بار في جهاز يسمى جهاز الأوتوكليف. هذا اليوم دورة ولا دوامة؟ أوكي. مهندس أحمد. لا نستكمل إن شاء الله. نستكمل. أنا بدي أوقف هنا شوي حتى أترك باب النقاش ينفتح، بتهيأ لي إنه راح يكون أفضل، لأنه أنا حاسة إن المادة شوي مزعجة، فأنا امبارح أعطيت لمحة حتى يعني يكون الوضع يعني شوي مريح، فبدي أدخل أخلي باب النقاش يكون أفضل حتى أنها تكون في إثراء للمعلومة بشكل أفضل. ما بعرف شو رأيك مهندس؟ المداخلات الزملاء إن شاء الله بالترتيب. في عندي مجموعة راح يتداخلوا من خلال المايك، تمام؟ أوكي. الآن أول مداخلة راح أخذها من زميلنا. طبعاً الزملاء تقدر تشاركونا من خلال الشات في مداخلاتكم. راح أخذ مداخلة مهندس وليد عرسان. تفضل مهندس وليد. السلام عليكم مهندس نضال. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يا هلا مهندس نضال. أنا عندي استفسارين، واحد منهن عن محاضرة اليوم، واحد بخصوص امبارح. بالنسبة كم يوم ممكن الستوك سوليوشن، يعني كم مثلا أسبوع أسبوعين شهر، كم ممكن الحفظ يمكن نحفظه بالثلاجة؟ هلا ممكن تحفظه مدة شهرين. شهرين؟ وإذا أنت شهرين ممكن تحفظه شهرين. هلا إذا كان أصلاً أنت عندك كميات بتحضر باستمرار راح تحتاج وراح تستهلكه كله، لكن أنت بتحضر لشهرين بكفي. هلا ممكن أنت تحضر إذا كان عندك زيادة، ممكن تحفظه ببوتلز بلاستيك وتحطهم بالفريزر، تحطهم بالفريزر لمدة 6 أشهر. بعد لما إذا احتجته بتنزله بتعمل له حمام مائي، وبتحطهم بالعبوات اللي بدك تحفظهم بالثلاجة. على الحفظ العبوات اللي لازم نحفظ فيهم لازم تكون عبوات مظلمة ما تتعرض للإضاءة، يعني في عندك عبوات بيكون الزجاج لونه براون على بني، فبنحفظ المحاليل فيها حتى ما تتأثر بالإضاءة وتتكسر المواد اللي حضرناها، أو بلاستيكية. بارك الله فيك. السؤال الثاني،
أمس أنا سألت سؤال بخصوص ال شو اسمه ال نسيت والله شو بموضوع ال هل يمكن تغيير جينات أو كروموسومات أو جزء من الكروموسومات؟ أنا مهندس وليد يا ريت توضح صوتك لأنه ببعد. صوتك مش واضح. صوتك مش واضح، يا ريت توضحه أو تقرب المايك من 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 ثم ثمك إذا سمحت. طيب ماشي. أنا أمس سألت سؤال، هل يمكن أن يحصل تغيير أو تعديل في الجينات أو الكروموسومات أثناء عملية زراعة الأنسجة؟ أنا كان حاكي لي شخص زميل أنه في بعض الحالات بتصير، لكن أنا ما مقتنع، فحبيت أن أخذ المعلومة من رأس النبيع اللي هو حضرتك، قام من قامات خبراء زراعة الأنسجة. لكن امبارح حصل أنه مزارع بيزرع نخيل كميات كبيرة، وذكر التالي، أنه عنده حوالي 50 إلى 60 نخلة. هذول النخلات بيحاول يلقحن بكل الوسائل، ما بينجح التلقيح نهائيا، مرات تطلع على العدد الواحد 5 حبات، وإلها عدة سنوات وما عارف شو الحل. من خلال الكلام بيسأل، هو خبير في زراعة النخيل، ذكر أنه هذه النخيل هذول هم زراعة أنسجة. كان جواب الخبير انه في بعض الحالات بصير تغيير او تغير عمليه الكروموسومات في الجينات. فانا حبيت بس اتاكد، انا مستبعد الكلام والراي من رايك انا، لانه فيسيكال تشارت من اهم علاماتها انه ما بصير تعديل تغيير في الجينات ولا في الكروموسومات. السؤال البسيط اللي انا بدي اطرحه، هل هناك في بروسيدر معين؟ لانه المزارع شو قال؟ قال منيح لي انا ما زرعت كل مزرعتي من زراعه الانسجه. طيب تجنبا لو زرعها هو بكل، لو انا زرعت كل المزرعه من زراعه الانسجه كان انا يعني دمرت، بكون اخدم بدون اي نتيجه. سؤالي، هل في بروسيدر معين ممكن نكشف على الشتله النباتات المنتجه اذا فيها تغير في الكروموسومات او الجينات قبل ما نوديها للمزرعه؟ اوكي، كملت سؤالك مهندس. أرجو المعذرة على طول السؤال، سامحيني. لا لا، ما في مشكلة، ما في مشكلة. هلا أنا مبارح حكيت، إحنا بكرة راح نحكي على طرق الإكثار ومراحل الإكثار، بس أنا ماشي معكم شوي شوي. هلا اللي بيصير إنه إحنا حكينا في بعض بالإكثار السلالي السريع، الهدف منه مو بس إني أعمل إنه يجب أن تكون مطابقة تماماً لأمهاتها. اللي نعم. بيصير إنه مسموح لك إنه اللي بيشتغل بهاي التقنية مسموح له، حكينا بخمسة بالمية، من 2 لـ5%، إنه أحياناً بتطلع نباتات غير مطابقة. ماشي. هلأ إيش نعم. ليش بيصير هيك؟ اللي بيصير إنه هلأ هو من وين جاب شكله؟ هلأ إحنا عالمياً موجود برا، موجود برا ملايين الأشتال اللي زرعت باستخدام هذه التقنية، نعم، وما فيها مشكلة. لكن بعض البساتين اللي أنا لاحظتها وشفتها إنه هاي النباتات ظهر مبارح، زميلي الدكتور محمد حكى عن ظاهرة الشيست. هلأ هاي الظاهرة بتظهر، والسبب الرئيسي كان هو عملية التلقيح، وبالتالي تم إنه حلها ونحلت المشكلة من بعض الزملاء باستخدام إنه كانت عملية التلقيح بطريقة صحيحة وانعادت أكثر من مرة. اللي بيصير إنه بعض المختبرات برا ممكن كانت مستخدمة ببعض وجباتها مثلاً تركيز بعض هرمونات كانت زيادة، فممكن عملت عندها هاي الإشكالية يعني. فإحنا ما بنعرف، لكن إنه حتى تكون أنت تتأكد إنه هاي النبات true to type وهي مطابقة لأمها، لازم يكون في عنا فحص البي سي آر، لازم يكون فحص البي سي آر. حتى يكون عنا فحص البي سي آر بشكل صح، لازم الأم بالأصل، الأم اللي تم أخذ العينة منها وتم إكثارها، لازم يكون في إلها بصمة حتى أن أطابق الأبناء مع الأم. فإذا ما كان عندي بصمة للأم اللي تم أخذ منها، فما بقدر أنا أطابق، عرفت؟ طيب. يعني خريطة واضحة. طيب هل الجهاز، هل نظام البي سي آر بيقدر يكشف عدد الكروموسومات إذا تغيرت أو جينات تغيرت؟
هلا مو انت بيبين عندك اللي بيشتغل على جهاز البي سي ار بده يبين عنده مدى التطابق. هل يعني هو يعني هو يعني بدها تمر بمراحل شوي، يعني بدها شغل، واللي بيشتغلوا على جهاز البي سي ار بدها تبين معه. هلا اذا في باند ظهر فيها اي صفه فبكون في صار تغيير، لكن على الاغلب انه هو في عنده مشكله. يعني ما بعرف انا اذا موقعه، اذا حدا من الزملاء، اذا الدكتور محمد معنا اليوم بيقدر يكشف، انا اذا كنت نازله مثلا على منطقه الاغوار او تعطيني تليفون وبقدر اشوف شو وضع بستانه اذا في عنده مشكله. لكن احنا زرعنا 3 بساتين من انتاج زراعه الانسجه، وكانت كلها، وكان عندنا زملائنا بالمحطات وزملائنا كانوا يتابعوا الحقل وانا كنت معهم. يعني ما كان في عندنا اي صفة مغايرة أو أي صفة ما كانتش مطابقة للأمهات. بارك الله فيك، بس أنا بعيد السؤال بطريقة أخرى. هل بتفضلي استعمال نعمل عليه تشيك قبل ما ننقلهن على الماء على الأرض على المزرعة، يعني الدائمة نعمل تشيك بالبي سي آر؟ يعني البي سي آر هل بقدر يعمل مثلا 1000 عينة يعمل عليها تشيك؟ هو مكلف، راح يكون مكلف جدا عليه. هلا اذا كان ممكن ياخذ عينات، ما هو هلا بده يعرف هو اللي، يعني كيف بدي احكي لك، هلا هو الاصل هو مش عنده، الام مش عنده، هو نفترض لا هو اللي بده يعمل، اللي بده يعمل مين؟ صاحب المختبر مش المزارع. بس هو لو حصل صح. تفضلي. هلا صاحب المختبر اخذ مثلا من ام، ماشي، عمل فحص إلها. هلا الفحص هي كانت إنها إيش، أو هو قبل ما يعمل الفحص هو بيكون بيراقب الأم. هلا لما كانت الأم شكلها ثمارتها ممتازة، النمو الخضري صح، يعني وضعها صحي ممتاز، أخذ منها العينة، هو اشتغل العينة باللاب. هلا العينة مفروض تطلع لي تروتوتايب، ما لأنه هي إحدى التيشو كلتشر، هي إحدى طرق الإكثار الخضري. يعني زي ما هو إجا أخذ الطريقة التقليدية للنخيل، هو بيجيب البنيات وبأخذها عن أمها وبزرعها، مظبوط، هاي الطريقة التقليدية. هلا التيشو كلتشر هو أخذ من الأم ومررها بمراحل التيشو كلتشر الموجودة عنده جوا بداخل اللاب واشتغلها. فالأصل تعطيني ترو تو تايب، هيك الأصل. نعم، هو السؤال التالي بعيد، لأن هو ماخذ 60 نخلة وجميع 60 نخلة طلع فيه مشكلة واحدة مختلفات عن أخريات، فهو بيقول لو أنا زرعت كل مزرعتي بهذه الطريقة كان أنا تدمرت. أنا أكيد. عشان فكرت في طريقة، هل هناك البي سي آر عملي يعني بروسيجر عملي إنه المختبر قبل ما يشحن للمزارع يعمل عليه تشيك ويعمل تروتو تايب ولا مكلف عليه؟ لا، هو هلا بيحملوا نفس الصفات؟ ما هي الأم، وأخذ منها كامل كل الإنتاج تاعه. هلا اذا كانوا بيشبهوا كلهم نفس الصفه كانوا ياخذ شجره واحده او شجرتين يعملهم فحص. يعني طب احنا اذا كان 5% مسموح لنا يطلع اوف تايب، اوكي، لو كان عنده 3000 معنا 50 في 3 150 شكلي على الاقل. هذا هو اصلا ما هو مش راح يطلع له هيك، بس خلينا نشوف اذا في مجال انه يعني ما بعرف مثلا المختبر يعمل او المزارع يعني يعمل تشيك بطريقه ولا باخرى، هل هذه عمليا منطق؟ هلا مثلا اخذ الام مثلا انتجت لي هلا كمان احنا لما نيجي نشتغل راح عدد السب كلتشر مهم. يعني ما بصير انا اشتغل هلا ما اخذ، انا اخذت الام ممكن اشتغل عليها 5 سب كلتشر بس، مظبوط، ما بصير اعمل اكثر من هيك. هلا امتى بتظهر الطفرات كثير؟ اذا كان هو عمل سب كلتشر زياده عن اللزوم. طيب السب كلتشر كم ممكن طلع شجره؟ هلا النخيل بيختلف شوي، هلا كل نبات مختلف. خلينا بكره نحكي على الاكثار. عشان ازعاج بس حبيت الصوت. لا، ما في مشكله، بعدين انت ممكن انه احنا يعني نتواصل هيك، تاخذ رقم تليفوني ونشوف ايش المشكله واذا بنقدر نحلها للمزارع ان شاء الله. شكرا لك وحفظك الله. الله يحفظك. بارك الله فيك، اشكرك.
العافية. هلا. كيف حالك؟ شو أخبارك؟ هلا دكتور، هلا يا مرحبا، هلا بس هلا، الأخ كيفك؟ وليد عرسان، الأخ وليد ما موجود؟ أخ وليد؟ طيب ماشي، خلينا بدنا نرد على سؤاله. أنا معلش بدي أتدخل، بس خليني أنا لأنه طلعت بالعكس، منه عشان لا هي هياتني معك يا سيدي، تفضل يا أخونا. أنت لك أخو مهندس زراعي أحمد، لك أخو أحمد اسمه؟ أحمد عرسان أخوي مهندس زراعي. نعم، أنا وأحمد عرسان والمحاضرة دفعة واحدة، شو رأيك؟ مرحبا بكم جميعا. على كل حال أنا خريج الواحد. نعم، كيف حال أخوك؟ شو أخباره؟ معلش خارج التغطية. معلش الله يحييك. سلم عليه بالله، سلم عليه. بارك يا دكتور، شكرا فيك. طيب يا سيدي، ما هو احنا دفعة واحدة، احنا والمهندس نضال مع بعض. الله يعطيك العافية يا مهندس محمد، خلينا نفوت على الموضوع ودايركت. يلا يلا بدنا نفوت على الموضوع. ماشي الحال، تفضل. الله يسلمك. المهم، موضوع اللي حكى عنه الأخ وليد، موضوع أنا امبارح حكيت مع المهندس نضال على موضوع، فهي الموضوع تحول لشيص. هو مش شيص زي ما حكى مزبوط، انه في البرحي بالذات انا طلعت على تجارب مصاروي، لانه عندنا جروب مع دكاتره مصاروي على الواتساب، فطرحوا المشكله هي كثير، طرحوها انه في البرحي بالذات بيصير مشكله انه بيشبه الشيص، مش شيص هو بيشبهه، بتلاقي القطف كامل معظم اللي عليه شكله زي كانه مش عاقد، ما بتنحل مشكلته بالعقد، هو اصلا لقحه بس ظهر عنده ثلاث حبات كأنه شيص، بتلاقي القطب موجودة هاي، والأردن أنا شفتها موجودة بالأغوار، كانت مشكلتها في البرحي، فكانوا يحكوهم على نغير الميديا، ما ناخد مرستيم، ناخد أورجانوجينيسيس راح تحكي عليه أنت طبعا، أو أوفري أو شغلات كثير، كانوا يذكروا ويعانوا منها، حتى بمصر كثير بيعانوا منها المشكلة هاي، إنه البرحي بالذات كان تظهر فيه المشكلة هاي، مش كل الأصناف، المجهول بيظهر فيه أقل. صحيح. كمان احنا بالنسبه للتيشو كلتشر، احنا لما نزرع تيشو كلتشر بالغور ليش كنا نكيف عليه؟ بيطلع الحقل يونيفورميتي كامل مسطرة. صحيح. يعني بيطلع، وبعدين لما ياخذوا كانوا بيشتروا فسائل، لما يشتروا فسائل لما يقول له امه تيشو كلتشر سعرها بيجي اغلى، لانه نقيه فيش فيها امراض، ما فيها لا ما فيها لا بيوضه ولا فيها فيوزاريوم ولا فيها شيء. فهي بتحكي عنه وارد، بس مش لهالدرجه انه يعني كل الحقل يطلع، في خطا في في المختبر، اكيد في خطا صاير. نعم دكتور محمد، امس في محاضره تخص النخيل، وكان المزارع يشكي شكا منها بوضوح، انه عنده مزرعه كبيره منهن حوالي 50 60 نبتي كلهن تيشو كلتشر، وهن فقط اللي تيشو كلتشر، وهذه الظاهره ظهرت فيهم كلهن. فرد عليه الخبير، خبير يعني ما شاء الله، يعني هاني مين؟ هاني نعم، ومناش اذكر اسامي، انا ما بتذكر اسامي. لا 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 لا، هو زميلنا، زميلنا هاني، زميلنا واخونا، واشتغلنا احنا وياه مع بعض. نعم زميلنا. انها مرات بتحصل في التغييرات، مناش كل تعديلات، تغييرات جينيه وكروموسومات، بتصير يعني اجزاء منها بتتغير في خلال، وهذه المشكلة متكررة، بس أنا ما أذكر، جزء أنا غلطان يعني، ما انتبهت إذا حكى هو بالبرح لوحده. لا لا، هو أنا بطلع، أنا بقولت لك عندنا جروب كثير خبراء كانوا يشكوا، معظمهم شكوا من البرحي، شكوا على البرحي وأصناف ثانية بمصر مثلا، بس المجهول إحنا بالأغوار ما كانش يظهر فيه كثير الظاهرة هاي، بس إنه كله يطلع كانوا يرجعوها عند دكاترة متخصصين كانوا يرجعوها كمان للميديا زي ما بتحكي، ويرجعوها لظروف المختبر، انه في مختبرات معينه كانت تظهر فيه المشكله هاي، زي ما قالت المهندس نضال، في ممكن زادوا منظمات النمو، بدناش نحكي هرمونات، في يعني شيء حتى تحولوا صار ياخذوا من الاوفري، بطل ياخذوا من المرستيم اللي هو زي ما حكت في الابيكال دومينانت، مضبوط مهندس نضال، صار ياخذوا من الاوفري، في راح تحكي بكره على اورجانوجينيسيس شغله، وجدوا طريقه اخذ الماده الوراثيه من كل ما غيروا المكان كانت تخف تأثير هذه اللي هي بسموها ميوتيشن هم مرات، أو بوليفريشن اللي هو النمو الخضري اللي بيكون ضخم هيك، بتلاقي الشجرة كلها نمو خضري ومخربط بعضها، فيه موجود في الأغوار موجود. بس أنا بدي أسألك، أنا بدي أسألك سؤال، إنه بالفراولة مثلا وبالبطاطا لما كانوا يأخذوا من تيشو كلتشر الشتل يقولوا لهم لا تأخذ منها رانرز لانه راح يضعف قوه المرستيم، هاي مش يا ريت تفهميها للموجودين، ليش بضعف قوه المرستيم؟ ليش ما بناخذ منه مثلا البطاطا او الفراوله، ليش ما بنصحوناش ناخذ منه رانرز او ناخذ تيوبرز نزرعها مره ثانيه؟ لا بس دكتور محمد اسمح لي، السؤال بسيط، لو حتى المزارع حب انه يتاكد
يعني بطريقته الخاصه، هل هناك بروسيجر معين البي سي ار مثلا او مايكروسكوب يعمل تشيك على انا نسال فيها البيوتكنولوجي دخلنا بتخصص ثاني طيب. ممكن يعني بعد اذنكم بس زملاء، انا ممكن اتوقع انه في معنى بهذا اللقاء، يمكن زملاء برضو عندهم راي في هذا الموضوع، فشو رايكم يعني زملاء اللي عنده راي في هذا الموضوع ممكن يعمل. لا انا خليك متواجد مهندس محمد برداحه، بالعكس يعني زي ما تفضلت النقاش يعني يثري المحتوى، فخليك متواجد معنا مع المهندس وليد والدكتوره. فبدي اشوف ممكن من زملائنا ناس تقنيات حيويه، ناس في عنده برضو ممكن يكون في عنده راي، ونعمل يعني اثراء للنقاش اكثر واكثر. فزملائنا اي زميل عنده مداخله ممكن برضو يتفضل من خلال المايك، انا بفعله عنده مباشره اذا عنده مداخله بما يخص النقاش اللي كان تفضلوا فيه خبرائنا قبل قليل. تمام، ظاهر انه يعني احنا يعني راح ننقل المايك لزميلتنا المهندسه نضال، ويعني بحيث انها تستكمل على هذا النقاش، وبعد هيك انا راح اخذ مجموعه اسئله من خلال الشات وردتنا. تفضلي مهندس نضال ومهندس محمد برداحه ومهندس وليد، يعني خليكم متواجدين معنا متفاعلين معنا، احنا ممكن برضو يعني نكثف في المعلومات اللي من خبرتكم في المركز الوطني. ما شاء الله مهندس وليد عرسان برضو متابع معنا باغلب الدورات، فناخذ من خبرتكم برضو مع زميلكم المهندس نضال ونعكسها على هذا اللقاء ان شاء الله. تفضلي مهندسة. بارك الله فيك. هلا احنا حكينا هلا في حالة إنه إحنا بدنا نتأكد إنه true to type لازم يكون في عندي بصمة، بصمة ال بي سي آر، ولازم يكون في عن ألو. نعم مسموع. مهندس معنا. أوكي. لا أوكي. هلا ال يعني إحنا يعني أنا بدأ آخر إشي كنت أنا بالمركز الوطني لمدير مديرية المختبرات وضبط الجودة، فكانت المديرية تحتيها 11 مختبر، ومن ضمنهم مختبر التقنيات الحيوية لفحص البي سي آر. فبالتالي إحنا يعني حتى نتأكد إنه أي نبات هو مطابق للأم نعمل فحص بي سي آر، لكن الأصل إنه يكون عندي فحص الأم. الأم لازم يكون عندي البصمة تاعتها، بحيث إنه إذا أخذت أنا الأبناء باجي بعمل البصمة للأبناء، فإذا كانت بصمة الأبناء مطابقة للبصمة الأم إذن هي true to type، ما صار عندي أي mutation. لكن في حالة كانت بصمة الأبناء بعض منهم مخالف لبصمة الأم إذن صار عندي mutation، فهون صار في عندنا مشكلة. هاي الإشكالية قد تكون بسبب بعض المختبرات ظهر، وبديش يعني في بعض الدول الأوروبية ظهرت مشكلة، وهذه المشكلة ظهرت نفس اللي بيحكي عنها الدكتور محمد وأخونا المهندس وليد في بعض المزارع وعلى البرحي بالذات، لكن حاولوا انهم يتفادوا. بتهيألي هلا عمر البستان صار كبير وخفت المشكله، او انهم اذا خلعوا يعني انا ما تابعتهم، لكن بتوقع انه كان في عندهم اشكاليه قد تكون ببعض اضافه منظمات النمو، قد تكون تم زيادتها، بحيث انه لانه احنا يعني في بعض الطرق انت كانك بتعمل يعني بتحفز لشيء ثاني، فبصير عندك مشكله بكره راح تتوضح لما نحكي عن طرق الاكثار. حتى اكون عندي بصمه زي ما حكيت، الام لازم يكون في لها بصمه بالاول، بعدين باخذ بصمه الابناء حتى تكون مطابقه. اذا صار في عندي طلعت شغله ببصمه فيها مش مطابقه، معناته صار في خلل جيني على الاغلب يعني. بس بعيد السؤال، ما تحملين يا مهندس نضال، هل اجراء البي سي آر هل هو مكلف وممكن تطبيقه لو حب؟ انا بشوف، انا حكيت لك هلا تطبيقه يطبق ما في مشكله عملي، يعني عملي مكلف. لكن يعني انا بذكر الفحص يعني مكلف شوي، يعني مكلف العينه، يعني هو بده ياخذ عينه واحده ويفحصها، لكن انا بحكي لك هو الام مش عنده. لو كانت الأم عنده وبطريقة ولا بأخرى، هل براكتيكا يعني؟ لا لا، هل هو بيطبق، لكن يعني زارع الكم الهائل من النخيل مش راح يجز عن فحص بي سي آر، يعني مستحيل. تحياتي. هلا.
الله يعافيك. احنا بدي احكي لك على البي سي ار، يعني احنا عندنا كثير صار عندنا شكاوي على خضار مش على شنخيل، وكنا كنا نصل للمرحله هاي والمهندس نضل موجوده وعلى يدها صار عندنا مش على شمام، وعملنا بي سي ار بالجامعه الاردنيه ما بيعملوا بي سي ار مش هالتكلفه العاليه، يعني على شمام بي سي ار كيف على نخيل بيعملوا عادي ما في مشكله، بدك تجيب كيت وبرايمرات يعني موجوده ودقيق 100% وبيعملوه وقت ما بدك على الجامعه روح بيعملوا لك البي سي ار لاي اي نوع شجر. برضه مفروض المركز عملناه للشمام، يعني الشمام عملناه يعني صحيح صحيح. والمركز المركز والجامعه بدخل بقضيه واحده بيعمل لك ممنوع تروح على محاكم اكيد تشكي، ما بقول لك احنا لا احنا بنعمل لك إيه لك شخصي بتجيب، اما انك تدخل لهم محاكم وقضايا ما برضو. نعم هذا نعم. وحيد المركز ما اقول لك احنا ما لنا علاقه. نعم احنا صح. بنجيب الام وبنجيب اللي عندك وبنقارن، اما لا تدخلنا بقضايا. نعم نعم. لا انا كنت احاول ابحث عن وسيله نتفادى الدخول في النفقات اللي هو احتماليه وجود تكرار مثل هيك. موجود بفحصه موجود المركز موجود وبالجامعه موجود. بارك الله فيكم مسوينا. الله يعطيك العافيه. الله يعافيك. مداخله من مهندس قتيبه عبيدات عن تقنيه الاكثار الخضري الدقيق، كم تحتاج من الوقت لانتاج اشتال جاهزه للزراعه؟ هذا سؤال من زميلنا المهندس قتيبه، تفضلي مهندسه. اشكرك. هلا حسب نوع النبات، يعني عاده هم باخذوا تقريبا سنه سنه، مثلا انت عندك التاسيس في بعض النباتات بتحتاج حتى انت تثبتها وتاسسها بدها تقريبا 3 اشهر، يعني انت تاخذ هاي المرحله بعد هيك بتصير عندك الضاعف وتشتغل فهي بدها سنه تقريبا. بالنسبه للسؤال المهندس قتيبه اتوقع ان شاء الله الاجابه تكون واضحه. عبد الله راضي بيسال هل يمكن اعاده استخدام الوسط، يعني هل يمكن إعادة استخدام الوسط الزراعي؟ هذا سؤاله، ما بعرف واضح ولا ممكن نطلب منه توضيح أكثر لسؤاله. يعني شو بقصد هو بإعادة استخدامه؟ يعني إذا أنا زرعت فيه، هلا إذا بزرع أنا بالوسط بالإنبوب أو الجارز وصار موعد أخذ الزرعة مرة ثانية، لا ما بزرع فيه لأنه ممكن يصير في عندي مشكلة التلوث. إذا كان مقصود إذا كان يقصد إشي آخر يعني. تمام. أتوقع إنه هذا سؤاله. وفي سؤال ثاني، هل استخدام جهاز التعقيم الأوتو كليف لا يؤثر على الوسط الزراعي أو الهرمونات والفيتامينات؟ هلا الأوتو كليف هو يعني هي الطريقة المثلى اللي إحنا بنعقم فيها الأوساط الغذائية، ودرجة الحرارة اللي هي أصلاً بنختارها هي درجة 121 لمعظم الميكروبات اللي بتموت على هاي الدرجة، وبكون عندي الضغط 1 بار، فهي ما بتتأثر. هلا بعض أنواع من الهرمونات أو الفيتامينات قد تتأثر بالحرارة، وهون بتم هاي إجراء التعقيم لها بطريقة مختلفة شوي، عن طريق فلاتر معينة بتم إدخال الفلاتر للتعقيم، وبالتالي تضاف هذه الفيتامينات والهرمونات تحت جهاز اللامينار هود الكابينة الهوائية، بتم إضافة هاي المواد على الأوساط الغذائية. لكن لما إذا بتشتغل على مستوى بحثي، لكن لما بتشتغل على مستوى تجاري كبير صعب إنك تجيب كل تستيوب أو كل مرتبان وتشتغل بهذه التقنية، لكن البعض بيتم إضافته عن طريق فلاتر. هاي اغلب المداخلات اللي وردت من زملائنا. بالنسبه للمهندس عبد الله في عنده مداخله ارض كمان جديده، بيحكي عن الفلتر اللي بتقصديه هو جهاز الماينر فلو هود. لا هذا لا لا. في فلتر بكون حجمها صغير، يعني كيف بدي احكي لك، يعني تقريبا حوالي 5 سنتي قطرها، يعني هي يعني موجودة خصيصا لهذه الأشياء، فلاتر صغيرة. أما اللامينار هود فيوم هود هو مختلف، هو جهاز اللي بتم الكابينة الهوائية اللي بتم الشغل تحته. هلا لما نعرض المحاضرة الثانية راح يبين جهاز الهود إن شاء الله، ويبين جهاز الأوتوكليف.
طيب الآن أتوقع الأسئلة توقفت عند الزملاء، يعني بس بعد إذنك مهندس نرجع نستعرض يعني تقريبا ملخص ما تم نقاشه في الجزء الأول من اللقاء، يعني ونتحرى فترة الصلاة يعني، وبعد هيك نأخذ بريك لمدة ربع ساعة. فإذا بدك تعملي مراجعة بسيطة عن ما طرح في الجزء الأول من اللقاء، وبعد فترة الصلاة نستكمل الجزء الثاني. تفضلي. شاء الله، زاد الله فضلك، شكرا. اللي حكينا الأوساط الغذائية هي المكون الأساسي في داخل المختبر، وبدون أوساط غذائية لا يمكن تتم الزراعة. هاي الأوساط راح تتكون من حكينا الانأورجانيك والأورجانيك، ولازم يكون عندي المركبات الفيتامينات والجروث ريجوليترز، منظمات النمو اللي هي بتشكل الوسط الغذائي بشكل عام، وبيتم تحضير محاليل من هذه المواد حتى تكون عملية العمل أسهل وتحفظ بالثلاجة، وبعض المواد تحفظ خارج الثلاجة لكن في أماكن جافة وبعيدة عن مصادر النار، لأنه في بعض مواد ممكن إنها تعمل لنا مشاكل وتتأثر بالحرارة وتنتهي صلاحيتها. ويكون التعقيم طبعا على درجة حرارة 121، ضغط 1 بار بالأوتوكليف. يعني هاي أهم شغلات. طبعا لما نيجي نحكي عن الأوساط الغذائية بحاجة إلى يعني شغل كثير، وكل واحدة منهم يعني أنت كل خانة أنت شايفينها أمامكم هي بحاجة لشغل وشرح وترتيب التراكيز تبعتها وتحضيرها حتى بالآخر نطلع لشغل محكم بالنظافة وبالتراكيز، لأنه كل مرحلة تحتاج إلى تركيز معين من هاي المواد. إن شاء الله أكون إنه أنا غطيت يعني أكبر قدر ممكن من بشكل سريع يعني. مهندس محمد ابو رداح يمكن عنده مداخله على المحور الاول اللي طرح. تفضل مهندس محمد، المايك عندك. اذا تجاوبني المهندس نضال على موضوع المراستيم، ليش الفراوله والبطاطا لما نشتريهم عندنا من الغرز الجيل الثاني بضعف 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 بضعف. اوكي، هلا اذا انت بدك، هلا احنا داخل المختبر نيجي نعمل تقريبا حوالي 5 سب كلتشر. هلا اذا انت بدك تضلك تعيد التكرار، بدك تكرره، فبصير في عندك ضعف. مع اني انا مش كثير يعني مقتنعه انه ممكن يصير عندنا ضعف كثير، بس يعني انه هو الافضل انه حتى تاخذ دائما شيء جديد، يعني مش مكرر، يعني اكثر من 5 مرات احنا ما بنعمله داخل اللاب. انا مش فاهم عليه مهندس نضال، انا قصدي بالحقل. بالحقل اشتروا فراوله انسجه وبطاطا، بقول لك لا تاخذ منها رانرز، لانه المرستيم راح يضعف، البوتنشل تبع المرستيم راح يضعف، فبقول لك ضلك او انه تجاريه ضلك اشتري من عندنا، بقول لك لا تاخذ رانرز، لو لا تاخذ بطاطا من الجيل اللي بعده، لانه راح يضعف، لانه ماخوذه من المرستيم هي اصلا، وبضعف كل ما اخذ جيل ثاني بضعف البوتنشال تبع النبات. هذا هو كان سؤالي. هلا البطاطا ما سمعتيش فيه انت هذا الكلمه. كثير دكتور هلا لا تاخذ من الرنر، تعشت هو بدهم اياك تشتري ممكن، بس المزارعين نفسهم كانوا يحكوا نفس الشيء، اخذنا من الرنرز واجل ضعيف، مع انه تكاثر الخضر مزبوط. بس هلا انت عندك عندك زي ما انت بتعرف البطاطا والفراوله فيهم مشكله فيروسات، ممكن فيهم مشكله فيروسات. البطاطا انت عارف المراحل اللي بيتم العمل فيها قديش تاخذ جهد وقديش تاخذ تعب حتى انت تحصل على درنات نظيفه، وبالتالي هو لما اخذ انت اخذت منه درنات، يمكن اخذت انت سوبر اليت واشتغلت فيهم حتى طلعت الاليت. هلا الإليت زرعته أنت كمزارع وكان نظيف، لكن أنا ما بعرف هو لما إجي أخذ هذا الكلاس وزرعه ممكن يتعرض لمشاكل كثيرة. فأصلاً السوبر إليت زي ما بتعرف دكتور، السوبر إليت والإليت بيتم إنتاجهم تحت مراقبة شديدة، إذا الحقل في أي إشكالية بيتم إتلاف النبات كامل وإبعاده حتى ما يصير في عندي أي مسببات للفيروسات. فاحتمال إنه انه هو مش راح يقدر يتبع زي ما كان هو انتج لك الاليت الاول، فبصير في عنده ضعف. ما بتعرف معلومات انه المرستيم اذا اخذنا منه
الجيل اللي بعده ما بيجي اضعف من الام، زي الفراوله اخذناها شكلت زرعناها، بقدر اخذ منها رانرز جيل ثاني اللي كان عندنا المزارعين. بقول لك لا، ما هو احسن لو وفر. بقول لك انا جربت اخذت جيل ثاني رانرز من الفراوله فكانت الخضري اجل انتاج ضعيف، فبضطر اروح اضلني اشتري تشو كلشر جديد. هذا كان انا بس سؤالي، هي ملاحظه مش سؤال، هو ملاحظه انا كنت اسوي. لا مظبوط مظبوط، نقطه في التشو كلشر كانت ضعف المرستيم تكون من المرستيم. انا بحكي لك ممكن هو بيتعرض ل مش راح يقدر يكون في عنده مراقبه شديده نفس المراقبه اللي تم انتاجها بالمرحله الاولى. انت عارف شو المراقبات اللي بتمر عليها حتى تنتج انت هاي الـ يعني الكلاس موز بتنتجوه، ممكن ياخذ خلطه كيف موز بتبيعوه انتم مثلا تبع الشوكولاته. ممكن الزارع ياخذ خلطات ويكاثر لوحده، ولا بيضطر يرجع يشتري لما يجدد الحقل؟ لا هلا هو البعض من المزارعين بيفضل يزرع زراعه الانسجه. طيب لانه اول شيء كان بكون عنده يونيفورم، بكون عنده قوي. نعم. ما بيكون عنده اشكال. هلا نعم. هو هلا بعض المزارعين بيجي بيحكي لك والله انا ما بدي ازرع انا مثلا موز تيشو، بيجي باخذ مثلا بسموها هم الجرامي، المزارعين بسموها جرامي، فباخذ امه بتكون تيشو زي ما بصير بالنخيل. بقول لك هذه الفسيله امها تيشو سعرها اغلى من الفسيله اللي امها كانت عادي فسيله، لانها انظف واقوى وشغلات ثانيه. انا بس انا مش سؤال، انا بس معلومه للحضور كمعلومه عامه، يعني بس مشان نشر المعلومات، يعني انه اذا سمعوا شغلات زي هاي يعني راح يسمعوها مستقبلا، احنا سمعناها كثير وشفناها، انه قوه المرستيم زي ما بيحكوا الشركات انها بتضعف بالجيل الثاني من المأخوذ من التشو كلتشر. هذا كلامهم كان وارد، والمزارعين نفسهم اكدوا انه لما ياخذ من 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 بطاطا او من انسجه بضعف الجيل الثاني. اما فيروسات انه قد بتنشل ما بعرف، ما دققنا في الموضوع. لا هو يعني انت عارف دكتور البطاطا المراحل اللي بتمر فيها شوي مختلفه، ماكرو بيسك سوبر اليت وبرضه بالضبط. وهلا عندك الفراوله بتمر برضه بهاي المراحل، انا بتمر بنفس المراحل. الله يعافيك يا رب. في عندنا زميلنا المهندس احمد، مهندس احمد جرادات، يعني تقريبا بعقب على ما تفضل فيه المهندس محمد برداحة عن سؤاله، كان بيوضح سؤال يمكن كان زملائنا شويه مش يعني ما ركزوا معنا على السؤال، فوضحوا انه في حال سؤال الدكتور هو في حال الفراوله والبطاطا المنتجه من خلال الزراعه بالانسجه عند اخذ مدادات الفراوله او درنات بطاطا من الموسم السابق تكون هناك مشكله ضعف النبات. هاي يمكن ملاحظه اوردها المهندس محمد ابو رداحه. مهندس وليد عرسان بيحكي موضوع عدم اخذ رانرز بسبب الامراض الفيروسيه وليس بسبب الخلايا المرستيميه. بالضبط، امراض ممكن بسبب الدرنات. تمام. في زميلنا المهندس احمد الكرمي بيحكي عن اذا في امكانيه نستعرض شريحه مكونات الوسط الغذائي، فاحنا مستعرضين هاي الشريحه الان، يعني اتوقع ظاهر عند الجميع. فما بعرف إيه شو بدك هون مداخلة أو سؤال، أو ممكن نفعل لك المايك يعني تبدي ملاحظتك على أو استفسارك. تمام. مشكور مهندس، أنا كان قصدي بس إنه شو أعمل سكرين شوت للسلايد مش أكثر. تمام، ما في أي مداخلات ولا أي ملاحظات. تمام. الآن يعني إحنا تقريبا أنهينا الجزء الأول. الله أكبر عز وجل. أنا هنا الجزء الأول من اللقاء، كل الشكر للمهندس نضال. نلتقي إن شاء الله بعد ربع ساعة من الآن فترة صلاة، وندخل إلى الفقرة الثانية من لقاء اليوم وبنفس الترتيب إن شاء الله. زملائنا خلكم متواجدين معنا، لا تغادروا اللقاء، لكن انتبهوا على المايك ما يكون فعال ولا الكاميرا، لكن ما تغادروا. ونستكمل إن شاء الله الساعة الآن نحكي 3 و4 دقائق، يعني 3-5 دقائق نحكي، نرجع إن شاء الله 23 دقيقة بعد استراحة الصلاة. الله يعطيك العافية مهندسة، ويعطيك العافية زملاء الكرام.
تفضلي مهندسة. أشكرك. حكينا من ضمن المشاكل الموجودة بمختبرات الأنسجة، وأهم مشكلة هي مشكلة التلوث، فضروري جدا نعرف إنه إحنا كيف بدنا نضبط عملية التلوث داخل المختبرات. هلأ إيش المقصود بالتلوث؟ طبعاً عملية التلوث إحنا يعني معناته إحنا نشتغل عكس إن نعمل عملية تعقيم. فعملية ضبط التلوث هو عبارة عن تعقيم المكان والأجزاء وكل شيء بدنا نشتغل فيه، وبالتالي يعني بدنا يتم القضاء على جميع الأحياء المجهرية التي يمكن أن ترتبط بنمو الجزء المزروع على وسط غذائي وتؤدي إلى هلاك الجزء المزروع، إما بسبب النمو السريع ومنافسة الجزء المزروع على المواد الغذائية أو نتيجة لقيامها بإفراز بعض المواد السامة. هلا حكينا إحنا من ضمن التركيب للأوساط الغذائية إنه مصدر كربوهيدرات ونضاف مادة السكروز، فبالتالي بعض الفطريات لما يكون موجود بالوسط، موجود وسط أجار، موجود سكر، موجود كل العناصر الغذائية، فالفطريات والبكتيريا بتكون هاي أوساط مناسبة إلها حتى تنمو، وبالتالي إنه بدنا نضبط إحنا هاي العملية. هلأ الأمور اللي إحنا بدنا نراعيها حتى نتأكد إنه ما صار عنا أو ما يصير عنا مشكلة تلوث، أول شيء يجب إجراء عملية الزراعة في أماكن منعزلة بعيداً عن مكان العاملين في مجالات الأحياء المجهرية أو الأمراض النباتية. يعني ما بصير أنا مختبر أنسجة وأكون شغالة بغرفة وبجنبي شخص آخر بيشتغل على إنه على الفيروسات والأمراض البكتيرية والفطرية وغيرها، فبالتالي لازم تكون من هيك حكينا امبارح إنه لازم يكون كل إشي معزول ونظيف ومعقم ونظيف، ويجب أن تكون كل الأمور مضبوطة تحت نظام معين حتى نبعد عن أي مشكلة تسبب لنا مشاكل. الجزء الآخر لا أو الأمر الآخر هو إبعاد أوعية الزراعة التي تظهر في حالات التلوث أثناء ملاحظتها. كون إحنا نشتغل تم وضع العينات في غرف الإنبات، وبالتالي لابد من المراقبة لهاي الجارز أو الأنابيب في غرف النمو، فأي مرتبان أو تستيوب بظهر فيه مشكلة على طول بيتم أخذه وإخراجه من غرفة النمو، وبيتم إتلاف هاي العينات، وفي طبعا طرق إنه إحنا نتخلص من هاي المشاكل اللي بتكون موجودة. هلا ليش صار عندنا التلوث؟ التلوث فيه له عدة مصادر. أول شيء أوعية الزراعة. هلا الأوعية أو الأواني المستخدمة في الزراعة، إحنا نستخدم تست تيوب، ممكن نستخدم المرتبانات اللي هم الجارز، هذول بيتم تعقيمهم طبعا، غسلهم وجليهم بشكل نظيف، ويكون في عملية تعقيم لهم وتجفيف بالأفران. هلا في بعض إذا استخدمنا البتري ديشز بالزراعة، عادة هذول بيجوا معقمين جاهزين، ويكون يعني لمراحل معينة ممكن نستخدم البتري فبتكون معقمة. الوسط الزراعي المستخدم للزراعة، هلا إذا كان التعقيم غير كافي وما كان كمان المصادر اللي إحنا أدخلناها اللي هي السوليوشن ما كانت يعني مياه صحيحة، كمان ممكن تعمل لي مشكلة تلوث. الجزء النباتي المستعمل، يعني السورس اللي أخذته أنا وبدي أزرع فيه نباتاتي وأسس فيه، إذا كان مو معقم بالطريقة الصحيحة بالتالي راح يعمل لي تلوث في داخل الأوساط الغذائية. الأدوات المستعملة بالزراعة، يعني حكينا نستخدم المشارط والملاقط وكل هاي الأدوات، إذا ما كانت مستخدمة إذا ما كانت معقمة صح بتكون مصدر. هلا هاي الأدوات بتم عادة بتكون موجودة على جهاز الهوت، وبتم تعقيمها باستخدام بكون في عندنا غاز البنسل، الكل بعرفه وشافه من المختبرات، ولا ببين بصورة إنه كيف بتم التعقيم فيهم. وفي عادة بعض أجهزة حديثة بتكون على الكهرباء ومربوطة مع الجهاز نفسه، فقط بتم وضع الأدوات بالكحول وتنزيلها في وعاء في حبيبات وبتتعقم. منطقة العمل اللي إحنا بنشتغل فيها، المنطقة الزراعية، يجب أن تكون معقمة بشكل تام ومغلقة،
وبعيدة عن حركة الناس وعن غرف التحضير. برضو غرفة النمو لازم تكون نظيفة ومعقمة بشكل كبير. الشخص اللي بيشتغل لازم يكون لابس الكمامة، لازم يكون بعقم إيديه بالكحول وعقم الجهاز قبل البدء في العمل، وبالتالي نضمن هيك أنه يكون عندنا نظيف. طرق التعقيم المستخدمة. هلا في عنا عدة طرق. الطريقة الأولى هي تعقيم حراري، ونستخدم اللي إحنا بنسميه dry heat sterilization. هاي الطريقة بنعقم فيها الأدوات الزجاجية، الأواني المعدنية المصنوعة من مواد تكون غير قابلة للصدأ، وأكثر إشي الستانلس ستيل بده يكون، وبحيث إن هاي المواد إنها ما تتضرر بدرجات الحرارة، وتعقم على درجة حرارة تقريبا 160. هاي بتكون بالفرن زي ما حكينا، بنعقم الزجاجيات والأدوات اللي ممكن ما تتأثر بالحرارة الجافة. الطريقة اللي ممكن تاني إحنا ممكن نستخدمها تعقيم حراري رطب. تعقيم الحراري الرطب إحنا راح نستخدم الأوتوكليف. هاي صورة لبعض أنواع الأجهزة الأوتوكليف. طبعا عندنا الأوتوكليفات موجود منهم أشكال مختلفة وأنواع مختلفة. هاي يعني فبكون زي ما أنتم شايفين في ساعة عليه لضبط الضغط، وفي عنده ميزان للحرارة كمان بكون بضبط درجة الحرارة للجهاز، وهو عادة بيشتغل أوتوماتيك. وهي الأجهزة تستخدم عادة لتعقيم الأوساط الغذائية، وتعقم فيها المياه المستخدمة لغسيل الأجزاء النباتية اللي إحنا بدنا نشتغل فيها. هلا كمان مواد إحنا ممكن نستخدم، طبعا نستخدم مواد كيماوية لتعقيم الأجزاء النباتية. انا يا مريت الدكتوره ضهري انكسر هذيك المره بدل الخرف. نعتذر على الصوت اللي طلع، الظاهر انه في زميل يعني مش منتبه معنا، راح تواصل معه ان شاء الله يعني على الواتساب. راح افعل عندك المايك مره اخرى مهندسه، كون الصوت فصل من عندك، لان فصلت الصوت عند الجميع. ان شاء الله يعني احتمال كبير نفعل نظام التقييم والاختبارات في نهايه كل دوره في المستقبل القريب ان شاء الله. تفضلي مهندسه، الان المايك فعال عندك. هلا هلا احنا هي موجودين، هي صوره بغرفه النقل، غرفه النقل والزراعه. زي ما انتم شايفين هاي الجهاز، جهاز اللامينار فيوم هوت او الكابين الهوائيه. اذا انتم بتطلعوا موجود يعني كل إشي معقم. في عندنا المواد الكيميكالز اللي هي مثلا هدول، عندنا هدول الكيميكالز مستخدمين لتعقيم الأجزاء النباتية. في عندنا الفلاسكات اللي بده يتم فيهم مثلا التعقيم والزراعة، وهي الجارز اللي بتتم فيهم الزراعة. ولاحظوا جوا في عندنا المحلول محضر هون، وفي عندنا السلندر برضو كان معقم بالأوتوكليف أو معقم بالفرن، وبالتالي إدخاله حتى يتم العمل عليه داخل الجهاز. في هون عندنا زي ما أنتم شايفين هون الجهاز بيتم تعقيم عليه المشارط والملاقد وكل هاي الأدوات اللي بيتم استخدامها أثناء العمل والزراعة. زي ما أنتم شايفين ما بصير أي شخص يجلس من غير استخدام كمامة، وأحياناً طبعاً إذا بيقدر إنه يشتغل بالجلوفز بيكون أحسن وأحسن. فهي إنه زي ما حكينا هون تعقيم استخدام المواد الكيماوية على جهاز اللامينار فيوم هود، وبتم تعقيم الجهاز بالكحول قبل ما نشتغل أي شغلة. هاي الجهاز هون مبين بشكل أوضح، شايفين إنه مثلاً عندنا الأدوات مشارط والملاقط اللي إحنا نستخدمها، والمواد الكيماوية اللي راح نشتغل نعقم فيها. تعقيم الأوساط الغذائية اللي بتم تحضيرها بتم عادة التعقيم بالبخار اللي حكينا باستخدام جهاز الأوتوكليف.
هلا بعض المختبرات قد تكون متقدمة جدا، انه نستخدم احنا ممكن انه الاشعاع، لكن يعني احنا ما هون ما استخدمناهوش ولا مرة. لكن في بعض ادوات حكينا زي البتري تيجي اصلا معقمة جاهزة وهي تستخدم لمرة واحدة، تكون معقمة بالاشعاع وبتم اتلافها. هلا احيانا بصير في عندنا حتى يعني بيكون في عندنا تلوثات، ممكن حد يستخدم المضادات الحيوية حتى نخفف من عملية التلوث، وأيضا ممكن نستخدم نضيف زي ما حكينا الصوديوم هايبوكلورايد. هلا لتعقيم الزجاجيات، تعقيم الزجاجيات والمواد البلاستيكية اللي احنا نشتغل فيها في المختبر بتم تعقيمها إما بالبخار بالأوتوكليف، ممكن في بعض زجاجيات نحتاج إنه نحطها بجهاز الأوتوكليف، ممكن إنه بعضها بالفرن، ممكن إنه باللهب زي ما حكينا، والكحول واستخدام الصوديوم هايبوكلورايد. هاي أكثر شيء إحنا ممكن نستخدمه بالتعقيم. فراح أترك، أنا بحكي هيك بشكل سريع، دائما بحب أحكي إنه نترك مجال المناقشة، يكون الوضع بيكون مثري أكثر يعني إن شاء الله. تمام. الآن نأخذ مداخلات الزملاء. مهندس وليد عرسان معنا، راح فعل عندك المايك، وأي زميل عنده مداخلة راح أخذ مداخلته بعد زميل المهندس وليد. تفضل مهندس وليد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله عندي بعض الاستفسارات البسيطة. هل يمكن تعقيم الأدوات والحاجات بالأشعة أو بالأشعة في اليو بي؟ يعني نحط لمبة يو بي مثلاً في اللامينار هود، وتكون في لمبة وإحنا مش متواجدين، والأدوات تكون هناك. هل هذا بيساعد ولا بكفي ولا ما بيجيبش نتيجة؟ أو بتغطيسها بمحلول كلوروكس أو الهيدروجين بيروكسايد أو وسط كحولي. هل هذا بدل ما نعمل دراي هيت ستيرلايزيشن أو التعقيم الرطب الحراري الرطب؟ هاي السؤال. ما بكفي. طيب بارك الله فيك. السؤال الثاني، هل بنقدر نثبت في اللامنار هود لمبة يو بي بين المروحة والفلتر أثناء الشغل؟ باللامينار، في اللامنار هود في مروحة بتضغط الهواء على الفلتر، وهل لو ثبتنا هناك لمبة يو بي وأثناء الشغل هل ممكن يصلنا ضرر؟ طبعاً. نتيجة. هلا أثناء الشغل ما بصير أنا يعني أي حدا يشتغل وموجود عنده يعني إضاءة اليو بي. ما هي موجودة لي، هي مخفية عني بالفلتر بيني وبينها. هلا الافضل هلا في بعض اجهزه بتيجي مركب عليها يو في، بتشغل اليو في اثناء عدم وجودك وبعدين بنفصل. اوكي. لا انا سؤالي اثناء الشغل لو ثبتنا لمبه بين المروحه والفلتر واحنا معزولين عن مش يعني ما شايفين اللمبه. طب ليش هو الافضل؟ مو بتاثر على يعني على الايدين برضو، انت بدك تشتغل جوا راح تاثر على ايديك. بس المروحة الفلتر بيكون عازل بينه وبين اللمبة. هلا هو انت بدك تعقم جهاز، الجهاز بتعقم الهواء اللي بيدخل من المروحة كمان. ما هو عليه فلتر. خلاص. طيب السؤال الثالث. بارك الله فيك. السؤال الثالث، انت ذكرتي ممكن استخدام مضادات حيوية، استخدامها للوسط الغذائي قصدك؟ للوسط الغذائي وممكن خارج الوسط الغذائي حسب. للوسط الغذائي بيفيد، ممكن تستخدمها للوسط الغذائي. أي مضاد حيوي ولا في أشياء معينة مثلا؟ حسب شو المشكلة اللي عندك، شو نوع البكتيريا. نحن إن جنرال هي كومن هون للبكتيريا، الملوثات الجوية الهوائية يعني. هلا الملوثات الجوية برا عندك الغرف بدها تكون نظيفة ومعقمة. في الغرفة اللي أنا بشتغل فيها التحضيري بشتغل فيها. ما الأنتيبيوتيك أنا بدي أستخدمها مثلاً للنبات، للجزء اللي مستخدم بدي أزرعه، أو ممكن إني مثلاً أضيف شوي على الوسط الغذائي حسب نوع المشكلة اللي عندي. لازم أعرف شو المشكلة اللي عندي. لأنه أحياناً الأنتيبيوتيكس ممكن تعمل لي تخبيط بالنمو وتأثر على نمو النبات. نعم نعم. بارك
بارك الله فيك يا مهندس، الله يحفظك. شكرا. العفو. مهندس إلهام تفضلي. مساء الخير، يعطيكم العافية جميعا. يعطيك العافية مهندس نضال. الله يعافيك. هلا فيك. أنا عندي صراحة سؤالين. سؤال أنا كتبته على الشات وبرجع بعيده مرة ثانية، إنه من ناحية تكلفة الشتلة أو النبات اللي بيحصل عليه المزارع عن طريق زراعة الأنسجة أو الزراعة التقليدية، مين بالنسبة له أوفر يعني برأيك؟ هاي بالنسبة للسؤال الأول. أذكر السؤال الثاني لا ما بديك، بديك أجاوبك وأجاوبك هلا. أوكي سألب. حسب جاوبي أفضل لأن السؤال الثاني راح يكون الدكتور. أوكي هلا إذا بدنا نحكي مثلا عن شتلة النخيل، هلا النخيل بالوضع العادي ببيعوها سعرها بالمتر، عرفتي؟ هلا بالأنسجة راح يكون عنده مثلا بستانه متماثل قوي، فبالتالي الشتلة راح تكون أعلى، أغلى شوي. وبرضه ما تنسي إنه يعني التقنية وتكاليفها وشغلها والأيدي العاملة اللي شغالين فيهم برضه مرتفعة، فبالتالي راح يكون بس نتائج راح تكون عنده بالحق الأفضل. وحسب يعني في نباتات ممكن تكون إنه يعني إذا أنا بقارنها، إذا أقارنها بالتقليدي لا راح تكون أعلى شوي، عرفتي؟ أغلى شوي. جاوبتك مهندس إلهام؟ هاي المايك معك، ما تقفلي خلي فاتح. يعني ممكن إنه نحكي مجدي اقتصاديا، يعني ممكن إذا كانت تكلفة أكثر من ناحية زراعة بالأنسجة ممكن يكون العائد عنده أفضل من الزراعة التقليدية. العالمين على المزارع، على المزارع، على المزارع طبعا. المزارع طبعاً. يعني هو لم يعني إذا كانت تكلفة عالية من ناحية لما زرع الشتلة يعني هل الإنتاج راح يكون أفضل وأكثر؟ أكثر. ما هو أنت عندك هلا في نباتات زي الفراولة، الفراولة يعني ما في مجال إلا أنه تتكثر بهاي التقنية، حتى لأنه بدون كميات كبيرة يعني مو يعني بيعتمد على النبات. طبعاً النبات راح يكون فيه له دور. هلا نبات بتكثر عن طريق البذور، إذا أريح عن طريق البذور. عندك الخضروات مثل البندورة، أي أسهل أكثرها على البذور ولا على الأنسجة؟ لا على البذور أسهل، لأنه بتختصر علي مراحل كثيرة وبالتالي بتطلع التكلفة أقل، إذا بروح للبذور ما بروح للأنسجة. تمام. السؤال الثاني بدي أسأله للدكتور محمد، ما بعرف إذا لسه موجود معنا ولا لا، عن نقطة ذكرها ناقشته لسؤال المهندس وليد، حكى له إذا المزارع بده يفحص في المركز الوطني أو في الجامعة يعني ما راح يدخل، ما لهم دخل بالمحاكم اذا كانت مشكله بالزراعه يعني كتعويض للمزارع. طب هيك المزارع يعني ايش يعمل؟ وين بده يروح يعني اذا مثلا المركز الوطني حكى له انا ما لي دخل وطلع الحق مع المزارع، طب المزارع شو يعمل هيك؟ ما بعرف اذا الدكتور موجود معانا او تجاوبينا انت. ما دكتور محمد معنا؟ موجود معك. سامعيني؟ سامعينك. يعطيك العافية. الله يعافيك. احنا كجهة يعني بحثية وإرشادية يعني ما احنا دائما مع المزارعين، احنا بنقدم له خدمات، احنا ما إلنا كثير دخلنا بقضايا بالمحاكم احنا، بس موضوع التشو موضوع الفينجر برينتينج هذا موضوع صعب يعني، مرات بصير تلوث زي نفس وضع التشو كلتشر، مرات البرايمر مش مزبوط، مرات الكتات، مرات شغلات كثير يعني تدخل، ف بده يعني مكلف نجيب المواد. يعني مثلا البندورة لها بروسيجر غير عن الكتة غير، والبرايمر تبعها غير، بيختلف كيف الكورونا كوفيد 19 وكوفيد 20 كل واحد له كت. تعرف يا مهندس نظام انت كنت خبيرة في الموضوع هذا، فبدنا نجيب له مواد خاصة وبيجيناش حالات كثير، بيجيناش حالات كثير. يعني انا مرة مزارع وخليته يفوت على الوزير، شو رأيك؟ اتصل فيه بعرفوش، والله اخذنا الموعد مع الوزير وفات شكاله وقال له انا شريت لي في الحق الكل شتله حبتها مواصفتها شكل الظاهر، باقي المشتم لملم له كل بندوره السوق وما بيعهم اياها وعملوا له فينجر برينتينج واخذ حقه. بس الجامعات هي هيك شرطها، بتقول لك انا لا تدخلني بقضايا، اروح كل يوم مع المحكمه واجي من المحكمه، ما الي بفحص لك بدون محاكم، هيك شرطهم. احنا ما يعني شو علاقتنا نضل رايحين جايين على المحاكم؟ احنا من القضيه يعني هاي عفوا دكتور، يعني يروح لمختبر خاص يعني حتى ممكن انه يعني ممكن الاختبارات الخاصه معظمهم
معظمهم هيك بتكون شروطهم انه احنا ما لنا علاقه بالمحاكم، احنا ما بندخل بقضايا بموضوع، احنا بنعمل لك فحص نعطيك او لا. يعني مثلا البطاطا لما كان عند البلاك ليج والسوفت روت، اذا المزارع اخذ العينه وراح على المختبر ما له اي حق لانه هو اخذ العينه ممكن اما اذا اللجنه من الوزاره طلعت لازم اللجنه من الوزاره تطلع هي تروح تجيب العينات. يا سيدي مهندس الهام لما يشكي لازم لجنه من مديريه الزراعه هي تاخذ العينه ويوديها على اي مختبر. هذه مش شغل لوزاره الزراعه، لازم لجنه تاخذ لانه ممكن يقول لك المحامي تبعه بدل. فيش قضية يعني هي فكرة يعني انه مش من المزارع، يعني مش المزارع لا مش هو يحمل ويروح ما له حق، لا بيجي بيشتكي. تمام نوضح هاي النقطة. تمام نوضح هاي النقطة بس يعني. شكرا لك، شكرا دكتورة، الله يعافيك يا رينا، يعطيك العافية مهندس. هلا 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 في كمان أسئلة. قال من المهندس عبد الله راضي بيحكي عن انه لو في صوره للجهاز اللي بنعقم فيه الهرمونات اللي ما بتتحمل حراره الاوتوكليف. وهذا هاي ممكن يعني اذا في اي شيء راح نبعث لكم على جروب الواتساب بالنسبه للمهندس عبد الله. سؤال اول. السؤال الثاني بيحكي عن اليو في، انه اضاءته تسبب السرطان لا سمح الله، ويعني هاي امور ما بعرف في عندك معلومه ممكن نتطرق لها، اذا ما في معلومه ممكن نتطرق لها. هو مظبوط، هو يعني اليو في تسبب السرطان للجلد. بجوز سمعتوني وانا بحكي للمهندس وليد انه اذا بحطه بياثر على الايديه هو جوا وبياثر على النظر، فبالتالي الافضل دائما الشيء اللي فيه خطوره الواحد يبعد عنه ما يشتغل. المهندسه ايه تسال شو ممكن تكون نسبة الكحول وهايبو كلورايت الصوديوم والمدة المستخدمة في التعقيم؟ حسب النبات، حسب النبات، بحيث إنه إحنا ما نسبب الضرر، لأنه إذا زدنا في نبات بتحمل في نبات ما بتحمل. مهندس وليد عرسان، أنا يعني ما راح أخذ مداخلتك من خلال الشات، يعني بحب تكون متفاعل معنا من خلال المايك أكثر، يعني راح فعل عندك المايك وأخذ سؤال بعد ما يعني راح أخذ سؤال، وهي أعطيتك يعني إنك تقدر تفعل المايك من عندك مباشرة. راح أخذ سؤال المهندس سهاد وبعدين أرجع المهندس وليد، بس خلي المايك فعال عندك مهندس وليد. تحكي سهاد، نحن عادة نرسل المزارع مع كتاب رسمي للمركز الوطني لإجراء الفحص المطلوب. هنا يعني هي احنا مش واضح عنا هي وين تشتغل، بس الظاهر انها تشتغل مع بوزارة الزراعة. فبتحكي عن الآلية اللي تفضلت فيها مهندس إلهام قبل شوي عن استفسارها فيما يخص عن انه في جهة محكمة ممكن تكون لها دور في توضيح الإشكال اللي بحدث في عملية يعني خلينا نحكي زراعة الأنسجة. هذا السؤال من سهاد وهو تعقيب يعني وليس سؤال. المهندسة سناء بتحكي هل يمكن استخدام النيتروجين في التعقيم؟ أنا ما راح نجاوب على هذا السؤال إلا ما ندخل زميل المهندس وليد. مايك فعال عندك، بعدين راح أخذ سؤال المهندس سناء ونستكمل إن شاء الله. السلام عليكم. عليكم السلام. اللي أنا قصدته من خلال الفحص، أنا مع قرار الجامعة ومع قرار مركز الوطني للبحوث الزراعية بأن لا يكون الطرف في المشاكل، وحتى لا ندخل بين المشاكل أنا كان اقتراحي كالتالي: أن يتم الفحص لجميع الشتلات المنتجة قبل نقد هذه الحقل على بالبي سي آر مهما تكلف، ظل نوع من الضمان وأخف مشاكل، لأن المزرعة إذا انزرعت وطلع فيها أوف تايب لأي سبب من الأسباب مشكلة كبيرة وما بتنحل بسنوات. فأنا مع قرار الجامعة والمركز الوطني بعدم يكون الطرف، وكان اقتراحي بكرره على أن يقوم المختبر بعمل الفحوصات لمنتجاته اللي هو بينتجها، بكون هيك على المضمون. وبارك الله فيكم. تفضلي مهندسة إذا في عندك تعقيب على مداخلة المهندس وليد. هلأ إحنا حكينا يعني أهم شغل إذا كان لازم تكون عندي الأم،
هل الأم لازم يكون في لها PCR، وبالتالي بيتم مطابقة الأبناء للأم. إذا كانوا الأبناء مطابقين لمواصفات الأم إذا هي true to type، والأصل أنها تكون true to type. لكن إذا صار في خلل زي ما حكينا ما بيكون الأم هي نفسها، ممكن هو راح عمل لي فحص للأبناء بس ما كانوا من نفس الأم، وبالتالي كيف تكون في مطابقة؟ أنا بقول لك يا باشمهندس اللي بيصير إن الأم موجودة عند المختبر المنتج والأبناء عند المختبر المنتج، فبإمكانه الأم المنتجة يأخذ بصمة إلها ويقارن العينات اللي أخذها منها وأنتج منها فيها، وبقدر يكتشف قبل ما يبيع وقبل ما ينفذ وينقل للحقل. هذا كان اقتراحي كالتالي، عشان هيك الأم موجودة عند المختبر والأبناء عند المختبر، قبل ما ينفذ البيع بيعمل تشيك وبيعمل ريبورت لنفسه إنه هذه true to type confirmed. هلأ بعض نباتات زي ما حكينا على الفيروسات برضو بكون في تشيك، هلأ إذا طلع من عند المختبر وهو مشيك وعامل كل شغله تالي هو غير مسؤول، عرفت؟ فبالتالي هلأ لما بتكون في شغلة محكمة، ما كنا نحكي هلأ وحكى الدكتور محمد إنه الجامعات أو المركز، لأنه هلأ هو يعني مش ما بكون بالصورة من الأول، فبالتالي ما بدك تحارب المحاكم. فأنت أنا بقصد طيب يا مهندس النضال، أنا بقصد التشيك بكون certain points يعني محددة اللي هي true to type وليس فيروسات. فيروسات موضوع آخر ممكن لا أنا بحكي لك هلأ إما بكونوا true to type أو فيروسات حسب نوع ال true to type. أنا بقصد هنا true to type only. true to type المختبر لو جاب له PCR ومنتجاته وعمل الأم عنده وعمل الأبناء اللي أنتجهن وبيعمل true to type وبيعطيها confirmed check اللي بسموها باس. صحيح. هلا الأصل إنه لما يعمل نعمل فحص true to type لازم يكون جهة محايدة. مش لا هو نفسه هو نفسه بيضمن لنفسه. هلا هو بيعمل الأم عنده. هلا هو بيعمل لكن عند جهة محايدة أو جهة حكومية، مش هو بيعمل لحاله. يعني حتى هذا كان من ضمن توصيات المؤتمرات إنه إذا كان التبادل للنخيل بالذات على مستوى وطن عربي لازم يكون في عنا مختبر حيادي لفحص جميع العينات، حتى ما يكون في إنه يعني ها ميول لأي جهة معينة. نعم. هون أنا قصدت هذه اللي هي first step إن المختبر يعرف نفسه وين موقعه من true to type، بيعمل تشيك بيكون عنده PCR بيعمل تشيك، وبعدين إذا المزارع حب يعمل تشيك آخر يعني دبل تشيك بيكون من جهة محايدة مثل ما تفضلت مزبوط، لكن المختبر المنتج بيكون عنده الأم وبيكون عنده الآباء وممكن يعمل PCR وبيعمل على كل منتجاته true to type وبحط لها ستيكر باس. الآن إذا المزارع اشترى وحب يعمل دبل تشيك هذا راجع للمزارع من جهة محايدة مثل ما تفضلت. نعم صحيح. مداخلة شكرا مهندسنا الحبيب وليد عرسان. مداخلة من المهندس سناء، هل يمكن استخدام النيتروجين في التعقيم؟ ايش بتقصد بالنيتروجين السائل؟ هو هون هي مكتفية بهذا السؤال، ممكن تعمل توضيح في الشات. إذا كان نيتروجين سائل فهو درجة حرارته ماينس 196 وبالتالي هو لا يصلح للتعقيم لأنه أصلاً رح يجمد النبتة ويموتها، فهو لا يستخدم. تمام. الآن تقريباً مداخلات من خلال الشات أخذنا معظمها. مهندس كتيب عبيدات، هل الوسط الغذائي لكل المزروعات واحد من حيث النسب أو مختلف؟ لا. مختلف. جهاز الأوتوكليف لا يؤثر على الوسط الزراعي أو الهرمونات أو الفيتامينات؟ لا ما بيأثر، لأنه إحنا بدنا نعمل عملية أنا نحكي قتل للميكروبات الدقيقة، وهي أصلاً يعني علمياً ثبت بأنه هو درجة حرارة 121 وضغط 1 بار هي أفضل طريقة لضبط عملية التعقيم للأوساط الغذائية. هاي أغلب الأسئلة اللي وردتنا من خلال الشات أخذناها تقريباً كلها.
زملائنا اللي ما يعني سؤاله ما انذكر وحب يكرر، كون يعني انا بتوقع اخذنا كل الاسئله، اذا عنده توضيح او اي استفسار او اي ملاحظه ممكن يبديها من خلال الشات او برفع اليد، واذا ما في اي مداخلات ممكن برضو يعني ناخذ مداخلات من خلال تفعيل المايك. يعني احنا تقريبا معنا 8 دقائق ان شاء الله، نحاول نستثمر قد ما نقدر في هاي 8 دقائق على التوضيحات اللي طرحت في الجزئين الاول والثاني. مهندس الهام زيود المايك فعال عندك، تفضلي. قبل المهندس الهام، انا بعتذر المهندس الهام، كون في عندنا مداخله من المهندس ممدوح، راح اخذ مداخلتك بعد مداخله المهندس ممدوح المناصير. تفضل المهندس ممدوح، المايك فعال عندك. مساء الخير، يعطيك العافيه زملائك. الله يعافيك مهندس ممدوح. يعني النبته الناتجه والام، ما هو الاصل انه ما يكون في اختلاف، صح ولا لا؟ انا هيك فهمت الموضوع، فيا ريت توضيح من المهندس اذا سمحت. عيد سؤال مهندس ممدوح مره ثانيه لانه انقطع عندك الانترنت باول بدايه السؤال. كنت بحكي انه كنت بسمع المداخله من مهندس زميلنا قبل شوي بخصوص الاختلافات ما بين النبته الام والنبات الناتج، انه يتشيك انه لازم تكون نفس المواصفات، وهو انا بستغرب اصلا ليش بيصير اختلاف، مش الاصل انه يكون في تطابق اصلا؟ لانه زراعه انسجه المفروض يكون متطابقه 100%، فمن وين بيجي الاختلاف اصلا؟ تمام، واضح السؤال يمكن للمهندسه. نضال تفضل. هو ما يكون في خلاف، لان حكينا احنا الانسجه النباتيه احدى طرق الاكثار الخضري، وبالتالي يجب ان تكون مطابقه وراثيا، نفس المواصفات بتحمل نفس مواصفات امها. لكن الاشكاليه اللي ثارت انه احد الزملاء حكى انه احد المزارعين عنده حوالي 150 جتلة نخيل كان وضعهم غير مطابق للأم، وضعهم الصحر، ومن هون صارت الإشكالية على أنه عدم المطابقة. لكن أحد مزايا زراعة الأنسجة أنه يجب أن تكون مطابقة لأمهاتها، لأن يعني هي أصلاً مكثرة خضرياً. نعم، شكراً جزيلاً مهندس، واضح الموضوع. سلمت مهندس ممدوح. مهندس إلهام تفضلي، المايك فعال عندك مهندس الهام زيود. السلام عليكم. معلش سؤالي مهندس عن الوسائط الغذائيه، احد الاوساط اللي حكيتي عنهم انها تكون سائله، والاجار حكيتي لتثبيت العينه. الان لما تكون العينه الوسط يكون سائل، كيف يعني كيف يتم تثبيت العينه؟ يعني الا ولا هل نحكي انه كل وسط له محصول او عينه او نبته خاصه فيه؟ يعني حسب النبات تختاروا الوسط، بس يعني بدي توضيح هاي النقطه من ناحيه الوسط والنبات اللي يستخدم له. شكرا لك. هلا فيكي. هلا واضح سؤالي مهندسه؟ واضح واضح. هلا في بعض النباتات احنا بنستخدم الليكويد ميديا، والليكويد ميديا برضه يعني بنحاول نثبت النبات بعدة طرق، يعني ما بدي أدخل فيها، لكن يعني من ضمنها إنه بنعمل جسر بهاي النباتات بداخل التست تيوب أو الجارز. الطريقة الثانية اللي إحنا نستخدم فيها الليكويد ميديا، لأن بنعمل إحنا زراعة معلقة، فبنصير في عنا سسبنشن كلتشر، وبتستخدم أجهزة بتضل تعمل تحريك للجارز أو الفلاسك المزروع في الأجزاء النباتية، حتى يضل في عندي حركة باستمرار مشان ما يصير في تعفنات، وصير ونضل حركة الأكسجين شغالة بداخل هاي الفلاسكات، وصير في عنا نمو بالشكل الصحيح. إن شاء الله أكون جاوبتك. مهندس الهام، إذا عندك برضو تعقيب على أو إذا سؤال واضح ولا لا، أنا فعلت عندك المايك ولا وضحت الصورة إن شاء الله؟ لا تمام تمام واضح. لا وضحت الصورة، بس إنه يعني مش كل وسط له نبات خاص فيه. هلا يعني كل نبات له وسط بس حسب احتياجات النبات، وكل مرحلة تحتاج إلى وسط. تمام. المهندسة هبة، راح أختم يعني بسؤال المهندسة هبة، كيف ممكن نعرف نسبة إذابة الأجار لضمان أفضل نمو للوسط الزراعي؟ وهل تختلف تركيز الأجار اعتماداً على اختلاف النبات؟ وكيف ممكن نحصل التركيز الصحيح للأوساط الغذائية لزراعة
مختلف النباتات. طبعا هم اكثر من سؤال في سؤال واحد، وهذا هاي اللي راح نختم فيها ان شاء الله لقاءنا اليوم. تفضلي مهندسة. هلا هي بتسأل عن تركيز الأقار. هلا الأقار أول إشي بدنا نعرف شو نسبة النقاوة تبعته. كل ما كان نسبة النقاوة عالية كل ما استخدمنا كمية أقل، لكن هو يعني متعارف عليه يعني من 1% لا تقريبا 6% 7% هاي استخدام الأقار. يعني ما بعرف هل تقصد هي فقط على تركيز الأقار؟ يا ريت المهندس هبه اذا توضحي مداخلتك اكثر من خلال المايك، يعني احنا ممكن فعل عندك المايك مهندس هبه برفع اليد علشان في عندي اكثر من اسم، السؤال يعني اختفى من الشات امامي، فاذا في مجال برفع اليد ممكن ناخذ سؤالك من خلال المايك او ترجعي تكتبي على الشات مره ثانيه. الآن هي كيف ممكن نعرف نسبة إذابة الأقار لضمان أفضل نمو للوسط الزراعي؟ هذا السؤال الأول. الإذابة ما هو إحنا راح نحطه على الغلي فبالتالي راح يذوب، يعني بالحرارة راح يذوب. تمام. في هون تسأل عن نسبة إذابة الأقار، يعني النسبة تحديدا في نسب معينة ولا؟ هلا هو مجرد ما إحنا حطينا الوسط على الغلي راح يصير ذوبان تام، يصير عندك ذوبان على وسط يعني هو سخن راح يكون سائل وبنسكب بالجارز او بالتيوبز على طول بلش يصير في عندك جمدان. لما بدخل على الاوتوكليف بصير في عمليه تعقيم، لما برجع بتطلعه انت من الاوتوكليف وببرد برجع لانه لوضعه العادي بيجمد وبتزرع فيه النبات وبثبت. كل شكر للمهندس نضال على وقتها في واللي أتاحته إن شاء الله في لقاء هذا اليوم المميز. الله يعطيك العافية مهندس نضال، ويعطيك العافية زملاء الكرام. نختم لقاءنا اليوم. ما بعرف أنا في أسئلة ممكن ما أخذتها، لكن إحنا إذا بدأنا لقاءنا غدا إن شاء الله بالأسئلة اللي ما طرقنا لها في نهاية هذا اللقاء، يعني بعتذر منكم زملاء الكرام انه ما اخذنا يعني كل الاسئله، لكن انا متاكد اخذنا اكثر من 95% من الاسئله اللي طرحت باللقاء. زملاء الكرام، يعني احنا اليوم يعني هيك في ملاحظه